العسر الهضم في رمضان. دكتورة صباح النور لك. صباح الخير عائشة. صباح الخير سادة المستمعين. صباح النور دكتورة. إذا دكتورة كيف ما قلت لي الموضوع دينا معك على عسر الهضم في رمضان، هو مشكل كنشوفوه عموما يعني عند الناس عندهم هذا المشكل، ولكن كيكثر أكثر في رمضان، كنلقاوه عند الناس أكثر في رمضان، فنعرفوا معك بعدا شنو المشكل ديال عسر الهضم. عسر الهضم هو بحال كي غنقولوا هو كيف السراسو براسو، يعني عملية الهضم كتكون عسيرة، كيكون عندي مشكل في عملية الهضم. عملية الهضم كتتم انيسيالمون او نيفو ديال ليستوما على مستوى المعدة، تما فين كيكون عندي هضم، يعني اي حاجة منعات لي او لا نقصات لي او لفسدات لي الهضم ديالي على مستوى المعدة هتعطيني ما يسمى بعسر الهضم. نعم. حالي قلتي عسر الهضم كيقدر يكون في جميع الاوقات، ولكن تيكثر اكثر في شهر رمضان. وعسر الهضم ما اون جينيرال على حساب واش هو عسر الهضم بحال اللي قلنا، واش عضوي يعني مرضي يعني كاين مشكل على مستوى المعده، او لا عسر الهضم اللي هو وظيفي يعني كتكون مشكل في الوظيفه ديال المعده، وهذا هو عسر الهضم الاكثر اللي كنلمسوه في هذا الشهر الكامل شهر رمضان. نعم. شنو الاسباب بحال اللي قلنا عائشه؟ كاين عسر هضم عضوي، وعضوي معناتها بان المعده مريضه، يعني العضو مريض، يقدر يكون اي حاجه على مستوى المعده، يقدر يكون سرطانات، قرحه ديال المعده، التهابات معديه، جرثومه ديال المعده، اي حاجه ضرات المعده كتقدر تؤدي لهذا عسر الهضم. وكاين اسباب اخرى ما عندها حتى شي علاقه بالجهاز الهضمي، كتكون امراض اخرى كتقدر تؤدي لعسر الهضم، بحال ضعف الغده الدرقيه، الا كانوا عندي الهرمونات الغده الدرقيه هابطين تينقصوا لي من عمليه الهضم. الناس اللي عندهم مرض السكري، معروف بان مرض السكري حتى هو تيدير واحد لا غاستروباريزي، واحد المرض فحال اللي ما كتبقاش المعده خدامه بطريقه اللي هي مزيانه طبيعيه، دونك كيقدر يدير لي عسر الهضم. مجموعه من الادويه كثيره حتى هي كتقدر تؤدي لعسر الهضم. هذا المشكل العضوي، يعني كيكون عندي العضو فيه مشكل. اما كاين مشكل وظيفي، مشكل وظيفي يعني العضو ما عندي فيه حتى شي مشكل، ولكن الوظيفه ديال هذه المعده ما تتبقاش خدامه مزيان. نعم. الاسباب متعدده، وهي غالبا في حال قلت لك تنشوفوها في رمضان، يعني السبب الرئيسي تيكون النوعيه او لا الطبيعه او لا كيفاش كناكلو، التغيير النظام الغذائي، قله الحركه، يعني مجموعه من العوامل بزاف هي اللي كتجعل بان هذا عسر الهضم تيبان في رمضان من غير الشهور الاخرى. نعم. يعني هو في رمضان يعني الاغلبيه كيكون بسبب الطريقه ديال الاكل ديال الشخص. بالضبط. هذا هو السبب اغلبيه ديال عسر الهضم اللي كيكون في رمضان. ياك دكتوره. نعم. نتكلموا على الاعراض هنا، كيفاش كيكون الاعراض، كيفاش يقدر الشخص يعرف اللي هو عنده مشكل ديال عسر الهضم؟ اي احساس ديال الامتلاء او لا احساس ان ديرونجمون، ولا احساس كتحس الانسان تيحس بالمعده ديالو ما مرتاحاش، المعده ديالو عامره، تيقدر كيجي المريض كيقول لك انا كنحس المعده ديالي ما تتهضمش. بالضبط هنا كتحس بان عسر الهضم كاين. كيقدر يكون معاه اعراض اخرى بحال غثيان، بحال بعض المرات يقدر يكون تقيؤ، كيقدر يكون تجشؤ بواحد النسبه اللي هو كبيره بزاف، تيقدر يكون حتى الالم على مستوى البطن ولكن من الفوق، يعني في الجهه ديال المعده. ما كنهضروش دابا على المشكل ديال القولون، حيت كاين بزاف ديال الناس كيقدروا يخلطوا ما بين عسر الهضم والامساك، لا يعني المشكل مختلف تماما، يعني المشكل ما تيكونش في القولون، تيكون على مستوى المعده، يعني الاحساس ديال الامتلاء والاحساس ديال ديرونجمون كيكون على مستوى المعده ماشي على مستوى القولون. نعم. وهاد الاعراض هما نيتهم اللي كنحسوا بها في رمضان ياك دكتور. بالضبط. ما كاينش اختلاف، ما كاينش اختلاف نفس الاعراض. نعم. واضح. بالنسبه للتشخيص، التشخيص هنا دائما منين تيكون عندي مرض كنفكروا في المشكل الوظيفي اللي هو اكثر، دائما خصنا عمرنا ما ندوزوا على مشكل عضوي. هنا الطبيب في التشخيص ديالو كيقلب دائما على لي سيني دالارم او لا الاعراض اللي كنعيطوا الاعراض اللي كنخافوا منها دائما، بحال اللي قلنا ديك المره السن اكثر من 45 سنه، نقص في الوزن، وجود الدم، وجود فقر الدم، دي زونتيسيدون فاميليو ديال دي تومور، يعني سوابق في العائله، كاينين امراض سرطانيه في العائله كسوا ديال المعده او لا ديال القولون. هنا ما كنحبسوش، ما تنقدروش نقولوا له لا راه عندك مشكل راك خلطتي في الماكله، لا، هنا ضروري خصنا كنديروا كنقلبوا كنطلبوا تحليلات، كنقدروا نديروا منظار ديال المعده، كنقدروا ميم نوصلوا حتى للانسكانير، كنقدروا نطلبوا على حسب
ليكزامين كلينيك التقليبه ديال المريض شنو فيها، وعلى حسب النتيجه ديال هاد التقليبه هادي شنو فيها، سواء نحبسو سواء نزيدو نكملو. ولكن الا كان هاد المشكل هذا مزمن، الا كان هاد المشكل هذا تيتعاود بزاف، الا كان هاد المشكل هذا ولا الناس عندهم شي حاجه من هاد الاعراض اللي هضرنا عليها ديال السندالغ، ديك الساعات راه خص ضروري الانسان يمشي للطبيب ويدير ويدير لي زيكزامين كومبليمونتير اللي خاصهم يدارو، باش هكا ما تنكونوش دزنا حدا مشكل عضوي اللي يقدر يكون خطير لا قدر الله. دونك هنا ما كيكونش غير فحال قلنا تخليطه في الماكله او ان الماكله ديالو ماشي منظمه، كيكون عنده لا قدر الله مشكل اخر. داكوغ، هنا فوقاش نقدروا نقولوا انه فعلا الشخص مثلا عنده المشكل ديال عسر الهضم من المره الاولى مثلا اللي حس بالاعراض اللي تكلمنا اليوم، واللي يكون مثلا كل مره كتعاود لكل مره؟ على حسب، على حسب حالي قلت لك اه بالضبط، على حسب كل شخص، كل شخص والبنية ديالو والسوابق الطبية ديالو والأدوية اللي كياخد، وعلى حسب منين تنشوفوه تنقلبوه في الإكزامين كلينيكي، منين تتقلب له البطن ديالو كيقدر يكون عندك واحد الجواب، كنقدروا نديروا إيكوغرافي، كنقدروا نوصلوا المنظار، يعني كل شخص بحد ذاته تيكون حالة طبية خاصة ما تتشبهش الحالات واحدة أخرى. أهم حاجة دائما بأننا خصنا نتأكدوا بأن راه ما كاينش مشكل عضوي، وما ندوزوش حدا شي حاجة اللي تقدر تكون لا قدر الله تري سيريوس، مشكلة كبيرة. نعم، بالنسبة للعلاج دكتورة؟ العلاج دونك دابا حنا اليوم قلنا نهضروا على عسر الهضم سورتو في رمضان، حيت العلاج الا كان مشكل عضوي كنعالجوا المشكل بحد ذاته، ولكن المشكل اللي كيوقع في رمضان بزاف هو حنا دابا حاليا كنصوموا تقريبا 14 ساعه، هاد 14 ساعه كامله والجهاز الهضمي واقف ما تاكلش مرتاح، اون فوا تيود المغرب كرك عارفه الطاوله الرمضانيه المغربيه شنو فيها. صحيح. فيها جميع الحوايج اللي مضره بالجهاز الهضمي تتكون كاينه، تيكون عندنا واحد النشويات بنسبه كبيره، تيكون عندنا المقليات والزيوت المهدرجه بنسبه كبيره، تيكون عندنا العواصر اللي كتكون محتويه على السكريات، وكيكون العكس عاوتاني ما كنحطوش الخضار، ما كتلقاش الفواكه، الناس كيعوضوا الفواكه بالعصائر، الخضار ما كاينينش، وكتلقى حتى داك لي سوبلي كيداروا تيكونوا مخلطين مثلا بالدقيق الابيض اللي كيزيد يطلع النسبة ديال النشويات، والإنسان تيجي وتياكل بسرعة وتياكل نسبة كبيرة في دقة واحدة، دونك راه من الطبيعي هاد المعدة هادي غتحمل واحد الطاقة فوق من الطاقة ديالها، غادي يوقع مشكل جميع الحالات، يوقع ما وقعش مشكل السيمانة الأولى يوقع مشكل السيمانة الثانية. يعني العلاج الأساسي تيكون هو كيفاش خصني ننظم الماكلة ديالي في شهر رمضان الكريم. الماكلة خصها في حالي غنمشيو بشوية بشوية، هذا راه هو لو موكلي، دائما كنبداو غير بشوية، كنبداو دائما تمايرا وكويس ديال الماء، فحال اللي كنعلموا المعده ديالنا باننا راه بدينا ناكلو. نعم. كنحبسوا باش كتخليها كتفرز الانزيمات وكتما فين كتبدا عمليه الهضم. الحاجه الثانيه خصنا ناكلو بشويه والمدغوم مزيان، علاش؟ حيت عمليه الهضم كتبدا ابتداء من الانزيمات اللي كاينه على مستوى اللعاب على مستوى الفم، على الاقل كنعطيو للمعده ماكله اللي باديه الهضم ديالها باش هي كتكمل العمل ديالها. وكنحاولوا ناكلوا الالياف بزاف، ناكلوا المعادن، ناكلوا الفيتامينات، ناكلوا البروتينات، ناكلوا داكشي اللي الجسم ديالنا محتاجه باش يكمل داك ديتوكسيفيكاسيون. ملي كنكونوا صايمين كتكون عندنا واحد التنقيه، راه كيكون الجسم خدام كيتنقى، يعني منين كناكل خصني نعاونوا بهاد المعادن وبهاد الشيء باش يزيد يتنقى بطريقه اللي هي احسن، ونحاول نتجنب ما امكن اي ماكله اللي الهضم ديالها تيكون صعب. نعم، عموما يعني من الفطور حتى للسحور، حنا كنتكلموا على من الفطور حتى للسحور ياك دكتور. نعم، ايضا كنشوف واحد المشكل كيسبب كنظن عسر الهضم في رمضان هو الماكله والنعاس مباشره، دونك هنا ياك دكتوره كيكون مشكل. متفقه معك، كتكون عندي حتى قله الحركه، وثاني في رمضان الناس كيكون الوقت ضيق، الناس ما عندهمش الوقت فين يديروا الرياضه، الاغلبيه الناس اللي كيكونوا كيديروا الرياضه كيحبسوها في شهر رمضان. هنا راه عمليه المشي او رياضه المشي تعتبر من احسن الرياضات اللي تعاون بزاف على عمليه الهضم، وكنفضلوا دائما تكون ما بين الوجبتين ما بين الفطور وما بين السحور، كتنقص من العسر ديال الهضم، كتقد لنا الدوره الدمويه ديالنا، وكتجعل عمليه الهضم اللي كتكون عمليه سليمه جدا، وخص على الاقل واحد ساعتين ما بين اخر وجبه وما بين النوم. نعم، واضح. مشكل اخر دكتوره كيقولوا ان كل ما شربتي كميه كبيره من مور الماكله مباشره كل ما كيساعد في الهضم، واش فعلا؟ لا بالعكس، حيت منين كنشربوا الماء كثير سواء في وسط الماكله اولا مور الماكله كنديليو كنديليو داك لي زانزيم اللي عندنا، داك لو سوك غاستريك اللي تيكون حامض وتيكون فيه الانزيمات اللي غادي يهضموا،
كنميهوه ما تيبقاش حار وما تيبقاش كافي بانه غيهضم داك الماكله اللي عندنا، سورتو الا كانت الماكله بحال اللي قلنا عامره بالدهنيات وعامره بالنشويات، تتحتاج واحد العمليه ديال الهضم اللي هي قويه اللي هي قويه. نعم. دائما المغص يكون بعيد على الوجبات ويكون بكميات اللي هي قليله ومتفرقه باش كيقدر يستفد منها الجهاز الهضمي. ودائما كننصحوا بشرب واحد جوج ديال دو لتر ديال لي بواسون، ماشي ضروري ديال الماء لي تيزان، من غير خلاص العصائر ما دائما تنحاولوا نتجنبوهم في رمضان لو ماكسيموم. نعم واضح دكتوره. الا بغينا نتكلموا على الوقايه والنصائح دابا بعد ذكرناهم في العلاج، دونك شنو هما المضاعفات؟ واش كاينه مضاعفات يعني برا رمضان يعني في العسر الهضم العادي، واش كاين حتى في رمضان؟ معلوم عسر الهضم العضوي الى كتكون المضاعفات ديال المشكل ديال هذا اللي سبب لينا عسر الهضم، اللي سبب لنا عسر الهضم. دونك قرحه ديال المعده راه مضاعفات ديالها معروفين، فحال نزيف، فحال اللي كيتسد لنا المسران، فحال اللي كيوقع لنا ثقب المعده، قلنا سرطانات ديال المعده كيبقاو الانسان غافل عليهم حتى كيزيدوا يتطوروا داك السرطانات، مشاكل لي غاسترو باريزيك ما كيتعالجوش في الوقت، دونك المشكل تيزيد يكثر. هنا المضاعفات تتكون ديال كل مشكل على حده، بينما العسر الهضم الوظيفي المضاعفه زعما الحاجه الرئيسيه اللي تقدر توقع هي كيولي يقدر يكون عسر الهضم مزمن، كيبقى دائما هذا عسر الهضم الانسان ما تيقدرش يتخلص منه، واخا بمجموعه ديال المحاولات واخا كيحاول يصلح من بعد النظام الغذائي، ولكن تيكون المعده صافي ما بقى ولا عندها فيها مشكل وكينقصوا لها الانزيمات ديالها بزاف، وتيولي خص واحد المجهود كبير يديروا الانسان باش ترجع هاد باش ترجع عمليه الهضم للطبيعه ديالها الرئيسي. نعم في رمضان هنا كنتكلموا في رمضان يعني ممكن ان العسر الهضم رمضان يولي مزمن او يولي مع الشخص ديك الساعه من بعد يعني مدى الحياه ديالو ياك دكتور. ممكن نعم. الا ما احترمش المعده ديالو. نعم واضح تبارك الله عليك دكتوره غيتا، كنكون سعيده دائما بالتواجد ديالك معنا تبارك الله. مرحبا اعزائي المستمعين، كانت معنا الدكتوره غيتا وسور اخصائيه جهاز الهضم، اليوم تكلمنا معها على عسر الهضم خصوصا في رمضان. غادي خليكم مع فاصل، نرجع لكم في الجزء الثالث والاخير مع الشيف سكينه البي ووصفتها الجميله. داريا كابري